انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. هترجع مسيحيين، مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا مستمرين في كشف وفتح كهنة وقساوسة الكنيسة المصرية اللي أصبحت مسيحيتهم مخالفة لكتابهم المقدس ومخالفة لتعليم المسيح. والنهاردة هتكلم عن فتح الأنبا تودروس رأس الكنيسة المصرية علشان شعب الكنيسة يعرف حقيقته وإزاي بيظهر قدامهم على إنه الحمل الوديع اللي بيرعى مصالحهم وبيشوف مشاكلهم. وهنعرف بالتفصيل في نهاية الفيديو احتكاره لشعب الكنيسة، فتابعونا للنهاية. نجح الأنبا شنودة بابا الكنيسة السابق في تغييب شعب الكنيسة وتعطيل قراءة وفهم الكتاب المقدس، والدليل على كده اعتراف أحد رجال الدين المسيحي إن المسيحيين مش بيقروا الإنجيل أصلا وبيصدقوا أي حاجة. وقال كده فدخلت في اذان الناس ما بتقراش الإنجيل أصلا، ها؟ فكلهم ما صدقوها، وده مفروض وده صح. وقال كده فدخلت في اذان الناس. ودي كانت خطه من الانبا شنوده بابا الكنيسه السابق اللي استخدم ثلاث عبارات علشان يعطل عمل الكتاب المقدس في وش شعب الكنيسه، والعبارات دي هي لا تدينوا كي لا تدانوا، ورئيس شعبك لا تقل فيه سوءا، وابن الطاعه تحل عليه البركه. وبالعبارات دول قدر الأنبا شنودة إنه يلغي تماما كل تعليم الكتاب المقدس ويمنع استخدام العقل، فتحول شعب الكنيسة إلى شعب متلقي الأفكار جاهزة مسبقا. فالأنبا شنودة اتخذ من النص الواحد شعار علشان يبطل كل تعليم المسيح. فالبابا والأسقف والكاهن بيرتكبوا الجرائم في حق الشعب، والمسيح لازم يسكت وما يتكلمش علشان ما يكونش مصيره جهنم. فخطية الإدانة أصبحت أفظع بكتير من القتل والزنا، واللي عايز يروح الملكوت ما عليه إلا أنه يمشي جنب الحيطة وما يعملش زيطة. ولما تلاقي واحد من الكهنة أو الأساقفة بيعمل خطية، فما عليك إلا أنك تاخد بركته وانت ساكت. مش بس كده، ده كمان تسجد له في خشوع علشان يغفر لك خطية إدانته. تعليم الأنبا شنودة عن الإدانة أغلقت الكتاب المقدس بكل تعليمه، وكانت من أهم أسباب إلغاء استخدام العقل وعدم التفكير عند شعب الكنيسة. وصار على نهج الأنبا شنودة الأنبا تودروس اللي بيخالف كل تعليم الكتاب المقدس في تعامله مع شعب الكنيسة، وبدأ يردد مقولة شنودة اللي بتقول لا طلاق إلا لعلة الزنا. موضوع الطلاق ده الناس عايزة تتطلق، مش طايقة بعض. قل لهم الانجيل بيقول لا طلاق الا لعلة الزنا، ده قول الكتاب. ولما فهم ان الناس عرفت ان مفيش نص في الكتاب المقدس بيقول كده، رجع في كلامه واعترف وقال: رسخ في ذهن الناس عبارة وليست آية بتقول لا طلاق الا لعلة الزنا. اسمع مني الحته دي بقى. طبعا احنا الطلاق لا طلاق الا لعله الزنا، وده نص شريعه الانجيل، وده نص شريعه الانجيل، ولا تنازل عن هذا الامر. اقول دي مش ايه، مفيش ايه كده، مفيش ايه بتقول لا طلاق الا لعله الزنا، مفيش ايه بتقول لا طلاق الا لعله الزنا. دي كلمه مقوله كتبها البابا شنوده في مقاله من المقالات. دي مش ايه. اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه. ولا طلاق إلا لعلة الزنا بدعة ابتدعها شنودة ومشي وراه تودروس، ومش موجودة في الكتاب المقدس. وتحريمهم للطلاق بين شعب الكنيسة اتسبب في تدمير أسر كتير جدا من خلال تفشي ظاهرة الخيانة الزوجية وانتشار جرائم القتل بين الأزواج.
وتعالوا نشوف فيديو لتوادروس وهو بيرفض يتصور مع أحد الفقراء من شعب الكنيسة، وكمان طرده ورحب جدا بالتصوير مع النساء. وبالتصرف اللي عمله توادروس ده يكون مخالف الكتاب المقدس اللي امره أن يكون صاحيا وعاقلا وصالحا للتعليم. فيجب ان يكون الاسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا للتعليم. والكتاب المقدس فيه نصوص بترفض التكبر، مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الأكاذيب أبغض. وتعالوا نسمع كلامه اللي دايما بيكون متناقض وهو بيتظاهر انه بيحافظ على سمعة الرهبنة. لما اصدرنا القرارات اللي طلعناها للرهبنة اصدرناها من اجل ضبط الاداء الرهباني، ولسه هنصدر قرارات اخرى طبعا لازم، ولازم أديرتنا ولازم أنتوا كشعب تساعدونا في كده جدا. كل واحد لازم يعرف مسؤوليته. ما أنت لما بتقدم حاجة بتفسد حياة راهب، خد بالك. لما بتروح تزور الدير أنت بتروح تزور الدير علشان تاخد بركة الدير وبركة الصلوات، ده الجدران اللي في الدير مشبعة بالصلوات. انت بتروح علشان تاخد بركة وتزداد حياتك الروحية عمقا. انت مش رايح الدير تتفسح، الأديرة مش للفسحة، ده من نعم ربنا ان أديرتنا مفتوحة للزيارة، وبيزور الأديرة كل المصريين وبيجي احيانا اجانب يزوروه. وما زالت معظم الأديرة ملتزمة ومنضبطة، وبنحط القرارات دهية، وزي ما بقول لكم في قرارات تانية لما هنعمل اجتماع اخر علشان ضبط الحياة الرهبانية تماما. لازم نضبط الحاجات دي، والراهب يعيش في الدير لان هو اللي اختار الحياة. ارجوكم تاخدوا بالكم من دي. مفيش واحد ضربنا على ايديه وقلنا له روح الدير، ما حصلش. وده السبب ان احنا وقفنا قبول اي اخوة او اي رهبنة، ووقفنا الدرجات الكهنوتية في الدين ايضا. الاديرة واحد صلاة بتروح علشان دوامة العالم اللي انت عايش فيها وتايه فيها، بتروح الدير عشان تستنشق عبير الروحانية. ده مجرد مشاهدة الآباء اللي عايشين في القداسة، هذه المشاهدة تملأ النفس فرحا ونعيما. ده مجرد ان انا اخد بركة من اب قديس احس بيها جوايا، والكلام اللي انا بقوله ده مش هيعرفه اي حد الا اللي اختبره. لكنه جاب العالم الخارجي بنفسه لرهبان دير الأنبا بشوي بالطرب والغناء والرقص من خلال الحفلة اللي أقامها بحضور الأساقفة. التاريخ
كهنتها خالفوا شريعتي ونجسوا أقداسي، لم يميزوا بين المقدس والمحلل، ولم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر، وحجبوا عيونهم عن سجودي فتدنست في وسطه. وبعد كده نلاقي ليه تصريح تاني بيقول فيه ان خروج الراهبة برا الدير بيعدل مزاج البنت ويحفظها من الاكتئاب. احيانا الخروج من الدير بالذات ادوات الرهبنة الخروج للخدمة يعدل المزاج، يعدل مزاج البنت او يعدل خط حياتها، لو راحت مش خدمة مستمرة أو خدمة على طول، لكن مجرد أنها تخرج حتى لو راحت رحلة من جوه الدير قضت يوم ولا اثنين، لأنها يصاب الإنسان بحالة الاكتئاب وحالة الانضباط. طبعا كل دير بيبقى له تصميمه وكل دير بيبقى له الالتزامات بتاعته. والكلام ده ما عجبش واحدة من الراهبات اللي كانوا بيسمعوه، واعترضت على كلامه بنزول الراهبة في العالم للخدمة. يعني أنا أحمل التعود للرغبة للكورة اللي هو كان الأب بيحتضن أو الأم بتحتضن أولادها مع بعض، بحيث يعني أنا جريت شفة إنه الأب في مرة أب بحرية ضع أثر قدم امرأة طبعت في الرمل، فبيقولوا له للدرجة دي قبل الحظر بلوا عشان أحسن فكر يجي لأولادي لما يشوف قدم امرأة في الرمل. يعني قد ايه كان يعني حرص الاباء على اولادهم انه فانا يعني اتمنى ان عدم نزول الرهبه او الرهبه في العالم في الخدمه، ودي اقرب والكنيسه محتاجه صلوات الرهبان والرهبات في الاديره زي بالظبط الجيش اللي هو على في الجبهه على ارض الوطن. يعني ما ينفعش نقول الجيش ينجح بلاش يخدم في الجبل وينزل العالم، فالكنيسة محتاجة جدا صلوات الآباء الرهبان للجبل، وبعدين عشان نحرص على حياة الرهب أو الرهبة اللي بتتعرض لعقوبة الشيطان. وأنا بداية الفكرة الشيطانية إن الأب الرهب أو الرهبة تنزل تخدم في العالم. أنا في اعتقادي كده فيا ترى كان رد فعله ايه؟ هل اقتنع بكلامها وتواضع انه يسمع رأيها، ولا كان ليه رد فعل تاني؟ تعالوا نشوف ونسمع رد فعل رأس الكنيسة المصرية على راهبة اعترضت على تصريحه. بعد كده بقى في شركتين عملت كتير كتير. يعني انا اقترح عليك تخلي الاعتقاد ده لوحدك، ما تقوليش بيبي، احتفظي بيه لو سمحت. اختاري يا سيدي. يلا اقعدي. غيرك. يعني انا اقترح عليك تخلي الاعتقاد ده لوحدك، ما تقوليش بيبي، احتفظي بيه لو سمحت. اختاري يا سيدي. يلا اقعدي. غيرك. ودي الصورة الحقيقية المخفية عن شعب الكنيسة لقائدهم اللي بيعتبروه قدوة ليهم، يلتمسوا فيه الخير انه يحللهم كل مشاكلهم. بيرد على الراهبة في منتهى العجرفة والتكبر ويقول لها احتفظي باعتقادك لنفسك، ومطبقش نصوص كتابه اللي بتأمره بالتواضع، ومنها النص اللي بيقول يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. في نص من الكتاب المقدس بيقول لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي كما يقول النبي، ونص تاني بيقول الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا اذ هو رب السماء والارض لا يسكن في هياكل مصنوعه بالايادي. لكن توادرس بقى مش بيلتزم بنصوص وتعاليم كتابه وبيخالفها صراحه، وبيدشن مذبح وصور ويقول ان الروح القدس بتسكن فيها. خلصنا كده تدشين المذبح، وطبعا تدشين المذبح ده بيجعل الكنيسة كنيسة ثابتة ومذبح قائم وصلواتنا تترفع عليه، ونذكر أسماء كل أحبائنا
اللي في اي موضوع سواء مرضى او سواء ضيقة او سواء شدة او سواء دراسة او امتحانات او سواء اي مشكلات او سواء اخواتنا اللي راحوا السماء المذبح بنذكر عليه كل هذه الاسماء. مبروك عليكم. هنبتدي ندشن دلوقتي ايقونات الكنيسة. ايقونات الكنيسة عبارة عن صور. الصورة صورة عادية. لكن الايقونة معناها انها مدشنة بزيت الميرون. معناها زيت الميرون رمز للروح القدس، يعني الروح القدس يسكن في هذه الايقونة. يبقى انت لما تدخل الكنيسة وتاخد بركة من الايقونة بتاخد بركة الروح القدس. واخدين بالكم؟ فاحنا هندشن الايقونات اللي هي في استطاعتنا دلوقتي اللي نطولها يعني، وبعد كده ربنا يدي فرصة نندشن الايقونات العالية، مش كده؟ العالية اللي هي عايزة سلالم وعايزة اسفنجة تكون عالية نعمل. واحنا بندشن انتوا بقى بتقولوا تمجيد وهتنيات للقديسين دول كلهم. تفضلوا كل الاباء نشترك ويا بعض. اما المصيبة الكبرى بقى ان توادرس راح اشترك في صلاة تقصية مع رئيس كنيسة بتدعم المثليين. اقباط غاضبون لصلاة البابا في كنيسة تبيح زواج المثليين. انتقد نشطاء اقباط البابا توادرس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركته في صلاة مع كاهنة من الكنيسة اللوثرية التي تبيح زواج المثليين على حد قولهم اثناء زيارته الاخيرة للسويد. وقال مصدر كنسي للمصري اليوم ان البابا حضر جزءا من الصلاة ولم يشارك بها، وكان في حفل لاستقبال قيادة الكنائس بالسويد. واقع بيغزو كنيستنا، لازم نتفاعل وياه، ولازم نظهر اننا كنيسة عصرية مش كنيسة جامدة. نكون في خدمتنا متجددين مبدعين متطورين، شيء طبيعي لازم نعمل كده. لازم كنيستي تبقى متجددة وتبقى جذابة. ما تعمليش اكل بايت وقدامي اكل يفتح النفس هناك وتقولي لازم اكل الاكل البايت ده. لازم كنيستي تبقى متجددة وتبقى جذابة. ما تعمليش اكل بايت وقدامي اكل يفتح النفس هناك وتقولي لازم اكل الاكل البايت ده. وبكده هو بيخالف تعليم كتابه اللي بتنهي عن الشذوذ، ومنها النص اللي بيقول أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا لا زناه ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكورون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وتوادرس من ضمن الناس اللي قال عليهم الكتاب المقدس يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه، إذ هم رجسون غير طائعين ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون. وإذا كان ده حال أبوهم وقائدهم وقدوتهم، فما بالكم بقى بالأساقفة والكهنة اللي بيرأسهم. طبعا هيكونوا أسوأ حال، وبينهبوا فلوس شعب الكنيسة وبيصرفوها على رحلاتهم الخارجية والفسح الشخصية ليهم والأهاليهم، بالإضافة إلى العيشة المرفهة والأرصدة اللي في البنوك والسيارات الأحدث موديل. فتعالوا نشوف في الفيديو ده العيشة المرفهة لقساوسة وكهنة توادرس. انا طلعت لكم العربيه.
ده في المزيد بتاع الصحاب اللي هم الميه مزيد كان بيعمل ليه عاملين الشلايده يا ماشي. عايشين عيشه مرفهه وسايبين الفقراء من شعب الكنيسه بيعاني. فتعالوا نشوف جزء من معاناة شعب الكنيسة الفقير. In everything. إن الناس على جادة ولا زراعة ولا أرض ملك ولا بيت. لما نخش جوه النطر تنزل علينا من فوق. ما نقدر يا صدقيني يا ياما إني بقيت أحط الحالة كيف فوق العيال وما نايمين. ما فيش لا كهرباء ولا مية في البيت. ما نروح ناخد الكراكب ونروح نملاها من البحر اللي شافناه. ما عندناش حمام في البيت ولا في الزراعة. نعمل حمام في الغيط. مش حمامات لما نروح الزراعة. اللي يدوه لما ربنا بناكله بيه هنعمل يعني. هعمل راتب. جبنة اكل. فول اكل. حي اللي يدوه لربنا بناكله. تعب انجيل الكبد وشويه التهاب في نص ان انا مش قادر امشي. انا اجيب منين؟ طيب انا من نهار العيد وحته اللحمه اللي جاتني من بره وطبختها يعلم المسيح حلتت انا ما اتحطت على بابوك ولا طبخت حته لحم. منه كتير يحوش عننا. ده ربنا موجود قوي. عاوز سقف وعاوز رداء. احنا خالفنا ومتكفل بنا. انا ساكن بتاع ده. أنا نفسي أتعلم زي أصحابي لما يروح المدرسة. نفسي من زمان أكل شوكولاتة. نفسي يوم أقول لأمي أشيل طعمية. نفسي في حمام عشان ما حدش يشوفنا في الغيط. نفسي أكل لحمة. عايزة جزمة. عايزة حاجة أعمل بها مستقبل عيال وأمن بها مستقبل عيال تحت رقد الجوز ديت. والرب رعية فلم يعش. وعلى الرغم من معاناة شعب الكنيسة من الفقر الشديد إلا أننا نلاقي على الجانب الآخر الأنبا بسنتي وهو بيأكل كلبه أكل خاص ومستورد. ومش مهم خالص الشعب بتاعهم يأكل من الزبالة أو حتى يدور على أبسط ضروريات المعيشة، لأنهم ببساطة شديدة مش بيعملوا بتعليم كتابهم اللي بتقول لهم أن مساعدة الفقراء والمساكين حق من حقوق الإيمان. واللي بيأكد الكلام ده نصوص كتير موجودة في الكتاب المقدس، ومنها تصدق من مالك ولا تحول وجهك عن فقير وحينئذ فوجه الرب لا يحول عنك. وبرضو في نص تاني بيقول لذلك أنا أوصيك قائلا افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك. وفي النهاية أقول لشعب الكنيسة اتبعوا تعاليم الكتاب المقدس اللي بتقول لكم اتركوهم هم عميان قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة. فعلشان ما تقعوش في الحفرة وتخسروا أبديتكم اتخلوا الأول عن الكهنة اللي غسلوا عقولكم وخلوكم مسلوبين الإرادة وبيكذبوا عليكم وبيدلسوا وهم عايشين في حياة مرفهة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.